هنبدأ فقراتنا وجولة في أهم الأخبار والمنشطات اليومية، وبيسعدنا يكون معانا عبر الهاتف أستاذ رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم لقراءة أكثر تفصيلا. أهلا بحضرتك أستاذ رفعت. صباح الخير يا أستاذ نهى، أهلا بيك. صباح النور. هبدأ مع حضرتك من جريدة الأخبار الصفحة الثالثة. السيسي يؤكد خصوصية العلاقات بين وتعزيز التنسيق تجاه تحديات الأمة العربية، وده اللي أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي حول خصوصية العلاقات المصرية البحرينية وتوافق وجهات النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه كافة القضايا أثناء استقبال الرئيس أمس للشيخ خالد بن أحمد مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية. تعليق حضرتك. الخبر ده اللي يمكن تصدر كل الصحف النهاردة أستاذ نهى، طبعا بيؤكد على قوة العلاقة ما بين مصر وبين البحرين، وأيضا طبيعة العلاقة دلوقتي بين مصر وبين كل الدول العربية، على أساس أن دور مصر وتوجهها السياسي أنها دائما سند لكل الدول العربية، ومن هنا يسعى الجميع سواء مصر أو هذه الدول إلى تقوية هذه العلاقة، لأنها بتعود أولا بالمصلحة العامة على الطرفين كعلاقات ثنائية، نمرة اثنين بيكون هناك نوع من التفاهم المشترك ما بين مصر وبين كل هذه الدول العربية على كيفية التعامل مع الملفات الشائكة في المنطقة العربية، وكيفية التفاهم فيها، وما هي القرارات الأفضل التي يجب أن تتخذ، وحتى نمثل نحن كقوة عربية لابد أن يؤخذ في الاعتبار عند التعامل معها من قبل أي قوة أخرى. وطبعا هذا اللقاء امبارح أكد على أن هناك توافق في وجهات النظر والرؤى، تعزيز التنسيق تجاه تحديات الأمة العربية، خاصة أن احنا عندنا ملفات شائكة دلوقتي بيواجهها العالم العربي، سواء ما يحدث في ليبيا ولا ما يحدث في سوريا ولا ما يحدث في العراق أو في اليمن وخلافه، وبالتالي من الأهمية بمكان أن يكون هناك حوار شامل ومستمر ما بين مصر وبين أشقائها العرب للتفاهم فيما بينهم في كيفية التعامل مع مثل هذه الملفات. هروح مع حضرتك للأهرام، واليوم الأنظار تتجه نحو طريق الكباش في الساعة 7:30 مساء يوم تتوجه أنظار العالم صوب مدينة الأقصر، حيث يتم إزاحة الستار عن طريق الكباش في احتفالية عالمية، حدث هام النهاردة جميعا في انتظاره، وبالتأكيد كلنا في مخيلتنا ما تم في نقل المومياوات وموكب المومياوات، وبالتأكيد إن شاء الله النهاردة هيكون مبهر أكتر كمان. طبعا هو البعض بيطلق عليه طريق الكباش والبعض الآخر بيطلق عليه طريق المومياوات، وهو بيصل ما بين معبد الكرنك وما بين معبد الأقصر في الأقصر. وكان عملية إحياء وظهوره مرة أخرى كان هناك بعض الإشغالات التي تعوق ذلك، والحمد لله تم إزالتها، لأن كان التفكير في إحياء هذا الطريق يمكن منذ ما قبل 2011، والحمد لله أصبح دلوقتي في أروع صورة، وهيبقى حدث عالمي هيشاهد العالم كله. ونسبة الإشغال حتى في فنادق الأقصر وقراها زادت عن 100% لمشاهدة وحضور هذا الحدث الهام جدا، واللي بيضع الأقصر مرة أخرى، وبقول مرة أخرى، في مكانها الطبيعي في السياحة العالمية باعتبارها أكبر تواجد للآثار المختلفة المعبرة عن مختلف العصور الفرعونية في مصر بشكل كبير جدا. ولهذا أعتقد العالم كله سينبهر اليوم، وأؤكد ذلك، سينبهر اليوم مثل ما حدث في كل الاحتفالات الخاصة في عملية الآثار المصرية التي نحاول أن نجعل مصر تعود إلى مكانتها الطبيعية
مرة أخرى كما كانت قبل ذلك. في رأي حضرتك الرسالة اللي بتوجهها مصر للعالم كله في احتفال مهيب زي كده، وخاصة ان احنا لسه في اجواء او بعض دول العالم لا تتمكن من هذا في ظل جائحة كورونا؟ بالضبط، وعشان كده حضرتك نسبة الإشغال عندنا في السياحة، وهنا اهتمام الدولة بالإجراءات الاحترازية سواء في المطارات أو في المناطق السياحية المختلفة، سواء في شرم الشيخ أو الغردقة أو مرسى علم أو في الأقصر وفي أسوان، جعل السياح يتجهون وهم مطمئنون تماما للتواجد في هذه المناطق السياحية. وإحنا دلوقتي يعتبر في بداية الموسم السياحي اللي هو الموسم الشتوي، وخاصة بالنسبة للدول الأوروبية، ويأتي احتفال اليوم بافتتاح طريق الكباش أو طريق الحضارة ليضيف جو آخر للسياحة في مصر، أعتقد سيزيد الإقبال عليها أكثر وأكثر خلال الشهور القليلة القادمة بإذن الله. هروح مع حضرتك لجريدة الأهرام الصفحة 4 في حوار مع مجتمع الاستثمار الدولي خلال مؤتمر هرمز المالية، تعظيم المشاركة التنموية للقطاع الخاص وتعزيز بنية الاقتصاد الكلي. هو طبعا دي تصريحات للدكتور محمد معيط وزير المالية، واللي أكد فيها بشكل واضح وصريح أن الاقتصاد المصري فعلا أكثر كان أصبح دلوقتي حاليا أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وده عشان عكس حرص الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وده ما تمش من فراغ يا أستاذ نوها، لأن أنا لما أجي كل حوافز الاستثمار أعطيها للمستثمرين عشان أشجعهم أن يأتوا باستثماراتهم المختلفة. نمرة 2، أطبق مفهوم الشباك الواحد، مستثمر بيقدم الأوراق بتاعته وفي مدة قليلة جدا من الأيام كل الموافقات، مش هو اللي هيحصل عليها، هناك أجهزة أخرى هتخلصها له كلها وكل الموافقات في سهولة ويسر. أما يجي المستثمر ويلاقي شبكة طرق عالمية توصله لأي مكان يريد الاستثمار فيه، يسهل عليه نقل معداته إلى هذا المكان ونقل المنتج اللي هيطلع من جراء لأي مكان سواء بحري أو جوي. إما يلاقي المستثمر دلوقتي طاقة كهربائية متوفرة لا تنقطع، وما وأيا كان حجمها وحجم احتياجاته لها متوفرة تماما، ده كله بيعطي نوع من الأمان والثقة للمستثمر سواء كان عربيا أو أجنبيا لأن هو يأتي ويستثمر في مصر، وهذا ما جعل مصر أصبحت في صدارة الدول الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم كله. صحيح. هروح مع حضرتك للأخبار الصفحة 5، جرعة ثالثة ضد كورونا للفئات الأكثر عرضة للعدوى، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بالربع الأول لأعلى مستوى 9.8%. أكد دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم والقائم بأعمال وزير الصحة أنه تم توافر نحو 80.5 مليون جرعة من مختلف أنواع اللقاحات المعتمدة عالميا ضد فيروس كورونا، سواء لقاحات تمت الصنع أو التي يتم جلبها كمواد خام للتطعيم للتصنيع المحلي. وأوضح أن إجمالي التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ نحو 44.2 مليون جرعة حتى الآن. دي تصريحات أو تأكيدات أكد عليها في اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأوضح فيها الدكتور خالد الفار نسبة التطعيم على المستوى القومي بالنسبة للمواطنين العاديين، ونسبة التطعيم في المدارس والجامعات أيضا والأماكن الحكومية. لكن عندما الجديد بقى أنه هو صرح بأن بقى منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة أيضا وافقت على الجرعة الثالثة الداعمة لمن أخذ الجرعتين السابقتين أو أخذ جرعة واحدة مرة من نوع معين من اللقاح، بيبقى مرة واحدة يبقى فيه جرعة ثانية للتدعيم لتعزيز لتحفيز الجهاز المناعي أكثر، ولا يشترط أن هناك مدة زمنية معينة ما بين فترة التطعيم الأولى
وفترة التطعيم الثانية، لأن البعض كان قال إن ممكن يمر لابد 6 أشهر. الكلام ده غير صحيح. البعض قال طب أنا مثلا خدت اللقاح الصيني أو استرازينكا أو الروس أو خلافه، هل لابد نفس الجرعة الثالثة من نفس النوع؟ لا، ممكن أي نوع من التطعيم، لأن الهدف التطعيم الجرعة الداعمة دي تحفيز الجهاز المناعي أكثر وأكثر، ودي هتبقى للفئات الأكثر تعرضا. نبدأ بالأول بالأطباء، وكذلك بالنسبة لكبار السن والأمراض المزمنة بالضبط. أما بالنسبة للجزء الآخر، بالنسبة لارتفاع معدل النمو الاقتصادي بالربع الأول لأعلى مستوى اللي هو 9.8، البعض ممكن يكون غير مصدق لهذه النسبة، بس خلي بال حضرتك دي في الربع الأولاني، لأن بداية العام يبقى في نسبة النمو عالية. لكن كما صرحت الوزيرة في مجلس الوزراء أن مجمل نسبة النمو مع نهاية العام قد تصل إلى حوالي 5.6 أو 5.7، ودي نسبة ممتازة جدا جدا، لأن مع جائحة كورونا يمكن كان نسبة النمو في بعض الدول قد وصلت إلى 0، وبعض الآخر 1%. إما إحنا نوصل في المتوسط ل5.7%، يبقى هنا ضعف نسبة النمو السكاني، وبالتالي تبدأ تظهر آثار التنمية على المجتمع بشكل جيد. بإذن الله هروح مع حضرتك الأخبار الصفحة 8. وزير الدولة الإنتاج الحربي للأخبار قبل انطلاق إيديكسا للسلاح 2021، توجيه رئاسي بوضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميا، نشارك بمنتجات جديدة من الرادارات والذخائر، وننتظر وفودا من 41 دولة. طبعا يعني تصريح وزير الدولة الإنتاج الحربي ده مهم جدا، لأن إن إحنا إما نهتم بأن ننظم المعارض الدولية عالميا للسلاح، ده من الأهمية بمكان استفادة من جانبنا، وأيضا لمكانة مصر باعتبارها قبلة المستثمرين وقبلة من يريدون شراء المنتجات المختلفة بما فيها الأسلحة. نعم. ما عملية تجارية في المقام الأول، بالإضافة إلى جانب تقدير كل دولة لمدى احتياجها لنوع السلاح وفاعليته بالنسبة لها. وبالتالي أشار أيضا وزير الإنتاج الحربي أن احنا أصلا لنا منتجاتنا المحلية المتميزة، سنشارك في المعرض الحالي اللي هو إيديكس للسلاح 2020 بمنتجات جديدة تماما من الرادارات، والرادارات المتقدمة جدا، وكذلك الذخائر. ويمكن يشارك في هذا التجمع ما يقرب من 41 دولة في معرض إيديكس للسلاح 2021. هو معرض إيديكس للسلاح هيكون في الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر. نعم، بإذن الله. معرض هيكون في مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، وهيبقى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة. تمام. هروح مع حضرتك لخبر آخر من جريدة الجمهورية الصفحة 3. الفريق أول محمد زكي يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي شمال سيناء، ويلتقي رجال الجيش الثاني الميداني. وزير الدفاع للمقاتلين: أطالبكم بضرورة الحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي والقدرة على تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار. وطبعا دي لقاءات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لكن ورجال الجيش الثاني هو تأكيد على الاطمئنان إلى جاهزية مقاتلي شمال سيناء من قوات الجيش الثاني اللي بيقوموا بشكل دوري لتأمين شمال سيناء ومحاربة الجماعات الإرهابية وتطهير هذا الجزء الغالي علينا جميعا من هذه الجماعات الإرهابية. وبالتالي التواصل دائما ما بين القائد وبين الجنود والضباط من الأهمية بمكان، عشان يكون هناك نوع من التفاهم والتواصل المستمر من ناحية، ومن ناحية تانية أن تتأكد هذه القيادة من جاهزية القوات بعد تدريبها التدريب الجيد على مواجهة كل هذه المخاطر. صحيح.
من جريدة الجمهورية الصفحة الثانية: المعارك الطاحنة تشتعل على أبواب أديس أبابا، إثيوبيا تواجه المجهول، سباق بين الدول الكبرى لإجلاء رعاياها من جحيم الحرب الأهلية. تعليق حضرتك طبعا احنا وقراءتك متابعين للمشهد. ما يحدث في اثيوبيا الان، واقتراب قوات جبهه تحرير تجرير والفصائل المسانده لها يوصل عددها 9 فصائل في مقدمتها قوات الاورومو، واقترابها من العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا من اكثر من جهه ومن اكثر من جبهه، وهو ما اعلن عنه رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد، ان اثيوبيا تنهار ويطلب من الدول الافريقيه مساعده اثيوبيا في الا تنهار بهذه الصوره. لكن الواقع على الارض بيؤكد ان هناك معارك طاحنه دلوقتي قرب العاصمه اديس ابابا، بيؤكد ان قوات جبهه التحرير التجري قد تكون لها الغلبة الكبيرة في معظم هذه المعارك، بالدليل أنها نشرت صور في أمس بأنها أسرت ما يقرب من 11,000 من القوات الأثيوبية الحكومية. وهو ما دعا رئيس الوزراء الأثيوبي أن يكلف نائبه بإدارة أمور البلاد ويتجه هو إلى جبهات القتال لقيادة المعارك بنفسه، لعل وعسى أن يكون هناك دعم للروح المعنوية لقوات الحكومية. لكن أعتقد من خلال التقارير الواردة من كل وكالات الأنباء على ما يحدث على أرض الواقع، يؤكد أن العملية قد تكون قريبة جدا وتسقط العاصمة الأثيوبية، أو تبدأ حرب أهلية كبيرة جدا داخل العاصمة الأثيوبية ما بين القوات المتناحرة. وهذا يؤكد أن أثيوبيا في موقف صعب جدا لم تشهده في تاريخها على الإطلاق. للأسف. بنشكر حضرتك أستاذ رفعت على قراءتك لأهم الأخبار معانا، ودايما نتواصل لقراءة أكثر.